في هذا المشهد المصور يدخل القاتل مشرا سلاحه على مطعم ابن الشام للوجبات السريعة في منطقة البنوك شرق بغداد، يؤدي بحياة عامل لبناني ويصيب آخر سوريا بإطلاقاته النارية، هذا كله لتأخر طلبه. يعني هو على مود لفة، اجى طلب من عند لفة صاج دجاج، قعد قال انتظر هسه اسوي لك اياها لين تعرف هو شوي يحميها له ويطيها له. الفلافل عنده قال اجى واحد طلب فلافل، صاج فلافل، هو صاج فلافل جاهزات طاوح له قبل. هذا ايش عباله فالصاج مالته طاها له، شلون تمشي قدامي؟ راح نزل سلاح من سيارته قتل عبور الشارع ويرمي عليهم. الخطية هذا ابو شاي ما لحق يقتل كتير ابو كانه، ذاك الكاشير برجله صوبه. الحادث الذي أثار ذعر المنطقة دفع الأهالي إلى مطالبة السلطات الأمنية بالإسراع في إلقاء القبض على القاتل الهارب وإنزال أقصى العقوبات بحقه، وسط دعوات متجددة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة. والله أول شيء إحنا نطالب بدمه هذا اللي توفى المهدور، ونطالب بحق هذا الولد السوري الثاني اللي هو مصاب وما يعرف مصيره شنو لحد الآن، هسه هو يشكي يعني. يقول انا ما اعرف اذا راح ارجع امشي على رجلي مره ثانيه راح ارجع اصير زين، ما اعرف يعني. حقيقه انا على مدفع ب 2000 دينار، يجي واحد مستهتر يقتل له واحد لبنان ويصوب له واحد سوري على مدفع ب 2000 دينار ما تسوى. بس هم الناس بعد هاي السلاح صار منفلت، ما ادري شنو الوضع. بس اقل شيء جالس الرمي وكتل يعني، وجارحون الفقراء يعني. طالب يعني الدوله حصر السلاح. ويأمل أهالي بغداد اتخاذ الحكومة خطوات جادة خلال الأيام القادمة من خلال شن حملة واسعة للسيطرة على السلاح المنفلت ومحاسبة المقصرين بإزهاق أرواح الآمنين في العراق. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.